الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، تنظم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان ورشة عمل الترميز الموحد يونيكود التعليمية بإشراف منظمة اليونيكود العالمية. تهدف الورشة إلى حشد الخبراء والمختصين والمهتمين في مجال اليونيكود ومفاهيم التدويل وتوحيد الرموز من مختلف القطاعات والشركات الحكومية والخاصة. كما يمثل الموضوع أهمية للأكاديميين ومهندسي البرمجيات والشركات التي تقدم خدمات تقنية المعلومات فيما يخص تطوير المواقع الإلكترونية وتطوير الأنظمة باللغات المحلية، وكذلك الشركات المعنية بتطوير تطبيقات الهواتف الذكية باللغات المحلية. سيتم إلقاء المحاضرات من قبل نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال والذين يعملون في كبرى الشركات والمؤسسات التقنية العالمية. بغض النظر عن المنصة، بغض النظر عن البرنامج، بغض النظر عن اللغة، يونيكود تعطي رقما فريدا لكل حرف. للتسجيل ومعرفة المزيد يرجى زيارة الموقع المخصص للورشة أو الاتصال على الرقم 22061019.